الجزائر قالت عنها قاطعة جوها وعرضها وسماها على المغرب. المغرب ما رد في ما رد أي بيان، ولكن مولي حتى المغرب عدل ردة الفعل الواقعية على الأرض، على أن ذيك الأرض اللي تقول بوليزاريو عنها تحميها والله عنها حاميتها والله عنها محرتها، يظهر قبال عن تدمير الساحلاتها واللي مدمرات فيها وصول لها القصمة. أنا ما هي محرم، أنا على أن كذبة التحرير ذيك والأراضي المحررة معناها على أنها ما هي خالقة ومحررة. لا شيء ما تلاقي فيه شيء، والله ما تلاقي قد الحقوق شيء محرر، يعني بطريق سلمية ولا محرر بطريق القوة مولي، ولا تلاقي قد حد يلحقوا. إذن هذه الأرض اللي محررة تقول أنتم، تقول باطل، هذه تقول البوليزاريو، ما يسمى بالبوليزاريو. إذن أنا تحريرها كذب، هي تحرير، هذه هي مدمرين فيها كمين يامس ومدمر فيها شي ثاني تاعك، ذاك هي البوليزاريو. ما تلات قد تعادل فيها اجتماع وقيادة النواحي عادوا يهربوا عن طيطات ويمشوا في اندروفرات باش يتخفاوا على السراح. إذن تحرير السقاع هو فايدة الملك التصرف، والتصرف ما خلق قاطعا عنه، والتحرير ما خلق. هذا من جانب، هذا من جانب اللي يالتنا احنا نعود نناقشه في الوقت اللي احنا ده ما نناقشه احلينا لنا بيض الاخلاقات وكذا، وتقاني يا عبابي دار واقيش في المناصب واعلان وتكوين المناصب. اذن جبهة الرابوني اكثر عدد جبهة القيادية فيها من المواطنين، الحمد لله. هذا من جانب، هذا راه وضع داخلي. على الوضع الخارجي حالي يكفي عن سؤاله، حاله يكفي عن سؤاله، حاله يكفي عن سؤاله. الاعترافات ما طلعت خارقة، الانتصارات ما طلعت ما هي خارقة، الاتحاد الأوروبي له رجع عدل يجدد اتفاقية الصيد البحري والتجارة مع المقاربة. هذا اللي سوى مال الجزائر البوليزاريو، ما ردوا على قصف الشاحنتين الجزائريتين وتدميرهم. أحد ما عندهم رد، حسب اللي يظهر لي الرد ما هو خالق به اللي ما هو اش لا هيقع يقولوا زقاوي ياسر من الزقاية غير قالوا الأولين عن الكلب اللي ينبح ما يعض، حق كلام الياسر مولاه ما هو لا تخاف منه، خاف الا من ذاك اللي ساكت عدل الفعل موال داخل اللي يتكلم كلامه ياسر ما تأثيره ما هو خارج مرحوس هذا.